هذا حديث نبوي شريف نحتاج إليه في هذا الزمن لكي يذكرنا بحقيقة هذه الدنيا. وهذا الحديث يحتاج منا إلى أن نحضر القلوب وأن نرعي بالأسماع لما يقال حتى يفهم، فهو حديث قصير لكنه حوى معاني عظيمة. في صحيح البخاري قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا. والمقصود من ذلك المربع المعروف الذي هو متساوي الأضلاع، عبر عنه رضي الله عنه بالخط، وإلا فهو مربع متساوي الأضلاع. قال رضي الله عنه: وخط في الوسط، يعني في وسط هذا المربع، وخط في الوسط خطا خارجا منه، يعني خارجا من هذا المربع امتدادا لماذا؟ للخط الذي في وسط المربع، جعله خطا خارجا عن المربع، وخط خطوط، وخط خطوط، وتضبط خططا، يعني خطوطا كما جاءت بذلك الرواية، وخط خطوطا صغارا عن الخط الذي في الوسط، يعني في المربع، من جانبه، المقصود من جانبيه إفراد لكن يراد من ذلك العموم، وخط عليه الصلاة والسلام خطوطا صغارا عن الخط الذي في الوسط، يعني الذي في المربع، عن جانبه الذي في الوسط. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الخط الذي في الوسط، يعني الذي في المربع، هذا هو الإنسان، وأجله محيط به أو قد أحاط به. الشك من الراوي، أجله محيط به، هذا المربع بجميع أضلاعه قد أحاط بالإنسان. قال: وهذا الخط الذي خرج من هذا المربع امتدادا لما في الوسط، قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا هو الأمل، أمل الإنسان. وهذه الخطط الصغار هي الأعراض، إن أخطأه هذا الأعراض يعني الآفات، يعني يموت الإنسان من آفات، من أمراض أو ما شابه ذلك. وهذه الأعراض الآفات إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. لعلي أرسم صورة إن استطعت في مثل هذا المكان، وإن كان هذا المكان ضيقا، لكن لعلي أرسم هذه الصورة، ومن لم يتمكن من رؤيتها فليراجعها، فهي سترفع بإذن الله في اليوتيوب، الخطبة كاملة والحديث كاملا على حسب المتيسر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مربعا، متساوي الأضلاع، قد يكون مستقيما باعتبار ضيق المكان. فعل صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المربع خط فيه خطا في الوسط، لكن هذا الخط الذي في الوسط خارج
وخط خطوطا صلى الله عليه وآله وسلم من جانبي هذا الخط الذي في الوسط، لكنها خطوط صغار. ما هذا؟ هذا الأجل، هذه الزاوية هي الأجل. الزاوية الثانية الأجل، الزاوية الثالثة الأجل، الزاوية الرابعة الأجل. هذا الذي في الوسط هو الإنسان. هذا أمله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الإنسان وأجله محيط به من جميع الجهات، أين المفر؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهل هذا الخط المربع هو أقرب للإنسان من أمله، أو أن الأمل أقرب؟ الذي أحاط به هو أقرب. ولذلك يموت هذا الإنسان قبل أن يحقق كل الآمال. فإنه يعني هذا الإنسان هو محاط بخطوط صغار، وهي الأعراض الآفات التي تحيط بنا، ولا يعني ذلك أنها محصورة بعدد، بل هذا من باب التمثيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا وسيلة لتقريب هذا الحديث للصحابة رضي الله عنهم، فعلى المعلمين في المدارس وعلى معلمي الناس الخير أن يتخذوا من الوسائل التعليمية ما تقرب العلم إلى الناس. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: هذه الخطوط الصغار هي الأعراض، هي الآفات. إنسان يموت بغصة طعام، بجوع، بعطش في مهلكة، يموت بحادث سيارة، يقع في حفرة أو في خزان أو في جفرة، ينهدم عليه البيت. إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، وفي ضبط آخر نهسه هذا. مثل ماذا؟ مثل نهس ونهش ذوات السموم التي تخطف ويكون بها الألم. فإن لم تؤثر فيه هذه الآفات، ما مات بواحد منها، فالأجل قد أحاط به قبل أن يحقق آماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله. كالإنسان في وقته وفي أيامه حريص على أن يحقق الآمال، وإذا بالأجل يدنو منه، إذ جاءه الخط الأقرب. ما هو الخط الأقرب للإنسان؟ هل هو هذا المربع الذي أحاط به من جميع الجهات، أم أنه هذا الذي هو خارج عن هذا المربع؟ الخط الأقرب هو الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه غرز عودا بين يديه، يعني أمامه، وغرز عودا في جانبه، وغرز عودا ثالثا فأبعده. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذه؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. قال: هذا هو الإنسان، وهذا الذي بجانبه هو أجله، هو أجله. والإنسان يتعاطى الأمل، يريد أن يأخذ هذه الأمال، والأجل يختلجه دون ذلك، يعني من أن الأجل يأخذه قبل أن يتحصل على أمله.
فهذه هي حقيقتنا وحقيقة هذه الدنيا. ولذلك كما نرى بعض الناس قد بنى بيتا ليسكنه فما أكمله، أو أنه أكمله فما سكنه. بعض الناس عنده من الآمال، لأن هناك فرقا بين الأمل والتمني. الأمل هناك سبب، يعني عندك أرض ستبني، عندك مال ستبني، لكن التمني من غير سبب. يعني إذا لم يوجد الإنسان أي سبب، ما عنده أسباب ليتحصل على هذه الدنيا، هذا تمني. لكن عنده أسباب، يريد أن يفعل، يريد أن يبني شركات، مصانع، أن يفعل ويفعل ويفعل. وكم من إنسان عرفناه وتعرفونه مات قبل أن يحقق آماله. بل سبحان الله، سبحان الله، بعض الناس ربما أن ذهابه إلى أمله يكون به الموت له. بعض الناس ربما يذهب بسيارته من أجل أن يحقق ذلك الأمل، يقول إن وصلت إلى ذلك المكان فقد حصلت على ما أريد. ربما يموت بسيارة، حادث سيارة، سكتة قلبية. بل إن البعض قد يكون الأمل هذا قد يكون سبباً في ماذا؟ في إنشاء عرض من الأعراض التي تتلفه من كثرة ما يؤمل ويؤمل ويؤمل، يصاب بالأمراض والأوجاع التي بها هلاكه بأمره عز وجل. قد يقول قائل أنا أريد أن أبني بيتاً لأسكنه أنا وأسرتي. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال رحمه الله، قال بعض العلماء الإنسان لا ينفك عن الأمل، لا ينفك عن الأمل. فقال رحمه الله، قال ابن حجر، قال وهنا سر لطيف، وهو أن الأمل المذموم هو الأمل الذي يسرف فيه الإنسان، أو أنه ينسيه طاعة الله عز وجل. أما الأمل الذي هو معتاد في النفوس فإنه لا ذنب له ولا ذم له في مثل هذا الأمر. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال لولا الله ثم الأمل لما صنف العلماء التصانيف. العلماء يصنفون، من عندهم آمال، لكنها آمال متعلقة بعبادة، تؤمل أن تنشر علما، هذا أمل ليس بمذموم. تؤمل أن تنفق أموالا في سبيل الله، هذا ليس بأمل مذموم. لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في من تسترسل به الآمال، الآمال تلو الآمال، ويريد ماذا؟ ويريد أن يحقق كل آماله. انظر إلى من مات، هل حقق جميع أماله؟ وبعضهم ربما أن هذا الأمل ينسيه طاعة الله، بل يقدم الدنيا على طاعة الله، ربما يترك بعض الواجبات، ربما يتعاطى المعاملات المحرمة من أجل ماذا؟ من أجل هذه الآمال أن يحققها. بعضهم ربما أنه يدخل في صلاته ومن كثرة آماله التي يؤملها في هذه الدنيا يخرج من صلاته وهو لا يدري ماذا قرأ وماذا قال في صلاته، هذا مذموم. أو أنه ماذا؟ يحرق نفسه حرقا من أجل تحصيل هذه الآمال. الأجل أقرب منك إلى تحقيق آمالك، ولذلك بعضهم بسبب هذه الآمال يصاب بالأمراض المستعصية من أمراض القلب وما شابه ذلك، هلكه وعطبه في آماله.
ولذلك ثبت في الحديث الحسن عند أحمد في الزهد وعند الطبراني قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد وباليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل.